اذا مشاهدي وتشبيه قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجن بالجملة بمدينة الدار البيضاء. جينا عند الشرقاوي، السي الشرقاوي اسمح لي، جينا عند السي الشرقاوي اللي غادي يقول لنا الثمن ديال الدجاج الفقراء او دجاج دراوش كيف ما سماه هو في هذا الصباح، شحال الثمن ديالو؟ البارح سمعنا بان في مدينه تطوان وصل ل 21 درهم، اليوم غادي نعرفوه شحال داير هنا بالجمله في مدينه الدار البيضاء. السي الشرقاوي مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم ومرحبا بزبناء ديال شوف تي في. نعم سيدي. خويا هذا الصباح شحال داير الدجاج؟ نعم 18 درهم ثمن الجمله الكيلو 18 درهم الكيلو. دابا اللي غياخذوه من عندكم هنا ب 18 درهم 18 درهم شحال غيبيعوا للمستهلك؟ وتقريبا 20 درهم 20 درهم ثمن مناسب بالنسبه لل 20 درهم 20 درهم من ناحيه الجوده؟ الجوده كاين المليح، كاين دجاج مليح ودجاج معتبر. ياك واش هذا الثمن غادي يتزاد ولا غادي يتنقص معاه مع المده؟ الله اعلم. كي مؤخرا كنت عندك قلتي لي الثمن هي 17. اييه دابا اليوم 18. اليوم 18 ماشي غادي كيتزاد على حسب العرض والطلب، كاين شويه قله ديال الدجاج. الدجاج كان قليل شويه حيت كان داز شويه ازمه، ما كانش الشتاء والدجاج كان ناقص شويه ما كيطلعش الموالي. يعني الكسابه تكرفصت بضربيه الدجاج. حيت دابا اصلا ملي كتقل الشتاء كيكون مشاكل في تربيه الدجاج، وكنشكروا الفلاحه اللي وجدوا لنا الدجاج الله يعم بصراحه. كيتقاتلوا باش يوجدوا، كيتقاتلوا باش يوجدوا الدجاج، وكيتكرفصوا وكيخسروا فلوس باش كيوجدوا الدجاج. دابا انت ماشي كتسهر على باش يكبر، انت كتشريه. حنا كنشريو الدجاج وكنمشيو نجيبو من الفيرمات. من الفيرمات. يعني الناس ديال الفيرمات كيتكبدوا زعما. الى كيتكبدوا خسائر في هذه هاو كيتكرفصوا والخدمه ديالهم كيسهروا بزاف باش يوجدوا دجاج مليح. المواطن المغربي. من طبيعه الحال هاد الكسابه كاملين كيسهروا على الجوده باش حتى الناس ديال اللي غياكلوا ياكلوا سلعه مليحه. مؤخرا كتعود شي اقوال بان راه كاين دجاج ميت كيخرج من هنا من السوق وكيتعاود فيه البيع، واش غير كيكذبوا؟ هي يستحيل ان شي واحد بيع وشريه هنا يبيع الدجاج ميت، يستحيل. ياك انا اول حاجه انا واحد الخوف من الله سبحانه وتعالى، بنادم غيخاف من الله واش غيبيع بيع شي عارف سيبر ديال الدجاج كاليتي راس السوق. هادو بحال نقولوا القضية ديال الحولي لالوط لالوط. نعم سيدي. باش طمن المستهلك المغربي على الاثمنة وعلى الجودة؟ الجودة كاينة ومازال الله أعلم غتكون جودة أكثر إن شاء الله. هذا الجفاف اللي كنعرفوه في المغرب زعما واش لاعب دور في هذا الشيء ديال كيأثر بزاف على الاثمنة حتى على التربية ديال الدجاج. وإلا صبت الشتا من هنا شهر مارس وإلا صب إلا صب الشتا غيكون خير، غيكون خير لجميع الفلاحة، لا بالنسبة للفلاحة ديال اللي كيوجدوا لنا الزراعة ولا حتى أصحاب الدواجن. إن شاء الله يا ربي نطلبوا من الله يغيثنا. كاين المليح سيدي. نعم سيدي مرحبا مرحبا. كاين المليح جيو دي غير المليح. غنشوفوا هذا المليح. أنا سيدي تبارك الله تبارك الله تبارك الله. جودة الجودة ما تقرب كامل هاي أستر تبارك الله. إذن شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، شكرا السي الشرقاوي اللي ديما كيستضفنا. الحمد لله كيطمن المستهلك المغربي بأن الجودة كاينة، الثمن يقدر ينقص. نتمناو بأن على حساب العرض والطلب، على حساب العرض والطلب. نتمناو بأن من هنا لرمضان إن شاء الله الأثمنة طيح كيف طاحت في الخضرة وطاحت في بزاف ديال الحوايج. نتمناو يعني إذا طاحت الأثمنة أنت ما عندكش خسارة. إحنا على ساحة السوق. إذا طاحت على طيحت غطيح حتى في الفيرمان بطبيعه الحال. انت باش يعني تتمنى بان طيح؟ راه من طيح ما عندكمش خساره. تصنت اسيدي تصنت اسيدي. نعم اخويا. راه حنا الاولين كنعرفوا الاثمنه قبل ما يوصل عند المستهلك. حنا الاولين يعني لا طاح على حساب كنشوفوا يعني بالنسبه للحوانت واش تباعت عندهم السلعه ولا ما تباعتش. الميزان الصغير هو اللي كيلعب. الميزان الصغير هو اللي كيحكم، يعني لا خرجت السلعه استهلكت كطلع الثمن. ما
يعني كانت السلعه بقات في المحلات والمحل ما يقدرش يزيد سلعه فوق سلعه. ضروري حتى يبيع عاد يجيب سلعه اخرى. شكرا شكرا شكرا. اذا شكرا السي الشرقاوي. انتم كتشوفوا تبارك الله الدجاج كيداير. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه من قلب سوق الجمله للدواجن بمدينه الدار البيضاء. كنقول لكم شكرا على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.